السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم اللي مش نال جسبر. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد لها مش نال. الغسل ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله هذه تكون وصفة مختصة بعلاج الشيب، مهما كانت الحده ديالو وصفه رائعه، ما كتعالجش غير الشيب بوحديتو وانما كتعالج الشيب وكتخلصنا من جميع المشاكل الموجوده في الشعر، يعني حتى من الجفاف والخشونه ديال الشعر اللي كتكون عند اغلب السيدات. صراحه الخشونه والجفاف دائما كاينو حاضر وبقوه، فغادي نتخلصوا منه وبواسطة واحد الوصفة. صراحة المكونات ديالها رخاص وهي بسيطة في حد ذاتها، يعني بأقل تكلفة وبأقل مجهود، فنتمنى تعجبكم ونتمنى تستافدوا منها. قبل ما نمشيو نتعرفوا عليها نبغي نرحب بكم اول حاجه نتوما، بعدا نقول لكم مرحبا بكم في هذه القناه، مرحبا في العائله ديالكم. الثانيه ما تنساوش تنضموا لينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل لكم زر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد، ايضا تعملوا واحد لايك كبيره حبيباتي الغزالات على قلبي باش تزيدوا تشجعوني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه ايضا للقناه ديالي اللي هي اكيد الهام شانيل. تخيلوا لنا وصفاتكم الطبيعيه في التعليق، ايضا اي وصفه مجربه ومضمونه يعني انتم كتستخدموها لعلاج الشيب حاليا، فخليوها لنا حتى هي في التعليق بالتفاصيل ديالها، شخصيا بدوري نجربها ولا عجبتني غادي نجي نشاركها معكم في القناه باش ان شاء الله تعمل فائده لعدد كبير من السيدات اللي كيبحثوا على الوصفات الطبيعيه بشتى اشكالها وانواعها كذلك. وبسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفة هادي. فأول مكون غادي نحتاجو له إن شاء الله في هاد لاغوسيط غنحتاجو للطين، سواء كان الأبيض من بين الفوائد ديالو ولا المزايا ديالو، هانتوما نحاول هادو الفوائد ديالو. فهاد الغسول غتلقاوه عند العطار ولا عند العشاب، كيف ما ممكن تعوضوه بهاد الطين الاخضر، يعني لكم حريه الاختيار اما الغسول الابيض اما الغسول او الطين الاخضر، غير هو الى توفروا بجوج استخدموهم بجوج، يعني ملعقه من كل الطين الاخضر والطين الابيض، لانه مزيان ومفيد بزاف. ممكن التعويض ديالو ايضا حتى بالشوفان بودره، الشوفان كيجي بهذا الشكل هذا، غير هو خصكم تطحنوه. ونحتاج القهوة سريعة الذوبان، غادي نحتاج واحد معلقة كبيرة ديال القرنفل بودرة، غنحتاج ملعقة كبيرة ديال اليوغورت أو الزبادي، والطين الأخضر كما قلت لكم استخدموا إما الطين الأخضر إما الطين الأبيض، الا عندكم بجوج استخدموهم بجوج. انا هنا ان شاء الله على ما اظن غادي نستخدمهم بجوج، يعني غنستخدم الطين الابيض والطين الاخضر لانهم فيهم فوائد وفيهم مزايا لا تعد ولا تحصى. فبخصوص الطين الابيض فهو كيجي بهذا الشكل هذا هانتوما، فغادي نستخدموه في هاد لاغوسيط هادي، يعني غنستخدمو كمية قليلة منه ماشي كمية كبيرة بزاف. وهذا الشيء اللي كاين، هادو هما المكونات. ندوزو دابا للمكونات ديال هاد لاغوسيط هادي، ديال طريقة التحضير بلوتو طريقة الاستخدام، لأنو المكونات تعرفنا عليهم الآن. فبسم الله وكنخلطوا هاد البودرات مع بعضهم البعض، ومن بعد غادي نزيدو نضيفو القهوة. عفوا نسيت مكون ما ذكرتوش لكم اللي هو الخل، فغادي نحتاجو الخل العادي يعني ديال المائدة، ممكن تعود ديالو بخل ديال التفاح او مغلى البابونج او مغلى اتاي او الشاي.
غادي نضيفو ديك المعلقه ديال اليوغورت، وها هي الوصفه صبحت جاهزه. غير هو دائما نحتفظوا بالقوام اللي غادي يناسبنا هانتوما. رائع جدا بهذه المكونات اللي سبق لي وذكرت، وعطيتكم بزاف الاشياء بالنسبه للناس مثلا اللي ما عندهمش ما متوفرش عندهم الطين الاخضر او الابيض، فاش غيبغيو يستخدموا هذه الوصفه هذه فممكن يلجؤوا للشوفان بودره او لا النشا، ولكن انا استخدمتهم بجوج. الا توفروا عندكم بجوج استخدموهم بجوج يكون افضل واحسن كذلك. فكنبقى نضيف تدريجيا من كميه ديال هاد الطين هذا الاخضر اللي كيتباع عند العطار بثمن جد مناسب صراحه، ما بين 4 حتى 5 دراهم مغربيه، يعني ثمن معقول جدا. وهذه هي الوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا هانتوما، قوام رائع في هذا اللون هذا، يعني رائع جدا. وبدون حنه، وصفه اليوم هي بدون حنه. حاولنا نعوضوا الحنه بالطين الاخضر او الابيض او الشوفان، او ممكن تعويض الحنه بالنشا ايضا. فالوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا، بعد ما كتصبح بهذا الشكل كنطبقوها على الشعر ديالنا. كنحاولوا نقسموا الشعر الى قسمين، نوزعوها بالتساوي، ومن بعد نعملوا البلاستيك الغذائي، نخليوها اكثر من ساعه الى عندنا شيب كبير بزاف، عندنا متوسط ساعه، عندنا شيب قليل نخلوها اقل من ساعه، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا بالصحه والراحه. وصفه رائعه، منذ اول استخدام غتلاحظوا الفرق ولا النتيجه. غادي تبداو يعني تلاحظوا الفرق كما قلت لكم من اول استخدام لكم لهذه الوصفه هذه. نتمنى تبارطاجيوها مع الناس العزيزين عليكم ومع الناس اللي كيعانوا الشيب، وهي للنساء وللرجال ايضا، لانها بدون حنه كما سبق لي وذكرت. وحتى لهنا نكون وصلت معكم نهايه الفيديو. قبل ما تخرجوا حبيباتي وكل من كيشاهدنا، ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك فضلا وليس امرا، تشجيعا ليا على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه كذلك للقناه اكيد. فنشكركم بدوري ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.